نقدر نقول قضية كانت تنحمل إلى حد مجيء صدام. بالثمانين انتهت شيء اسمه عمارة زينة ومو زينة. عرفت دخلنا حروب. شلون صدام أثر؟ وقف كل العمليات. أنت من طب حرب بعد ما يكون لك تحير شلون صح. تبني صح. وإذا تريد تسوي بعدين هو إجى أشياء اللي أبهته يعني ماكو شيء مثل خدمي اللي كان قبل مثلا مركز شرطة أو قاعة شعبية رائع يعني اللي أنا كان لي شرف العمل وياهم هم اللي خططوا بغداد المصممين اللي خططوا بغداد هم أعلى ناس بالعالم